هي الفضل وبسم الله هي راس المال. كاين اللي يجي السبب ديال الموت ديالو على الصلاه ديال الظهر، كيصلي الظهر كيموت فوق الصنايه. كاين اللي جا السبب ديال الموت ديالو تقاضى الاجال، كان يقرا في كتاب وعلم داك الكتاب، علمو فين خلى القرايه ديالو لحد فين خلاها ومات. كاين اللي جاوا يدفنوه لقاو باقي حاط نسيترو تاع الشراب والكاس فوق القرعه. كاين اللي مات كيودن. الله اكبر، راه كيما تموت كيما تقيد باش مات. وداكشي مكتاب. والمؤمن راه ما كيتعذبش، شتي المؤمن؟ المؤمن راه ما يتعذب لا في معيشته لا في، والمؤمن راه كيرتاح. راه المؤمن كيدوز عليه الامتحانات، المؤمن راه كيمتحن. حيت انت مؤمن راك يعطيك الله بهاد الازمه ما عندكش، ودارك جوع، وكيسكن حداك شي مسخوط ما يصلي ما يصوم وديما لاباس عليه، ديما عنده الفلوس باش يقول لك نشوف هذاك المؤمن اش بيدير بحالو، ولكن هذاك غيتجمعوا لي رجليه. ها ربي كيخليه تي تيسمن الضحيه انت كتجيبها. اللي يبارك الله يعفوني، اللي يبارك الله يرقو السر. ريحوا معنا سيدنا الثلاث ولا اربعه والخميس وكيموت نهار الجمعه. مات مؤمن الصقع كيمرض اربعه شهور، واكل ليا تامه وشاهد الزور، ما كانش يعتقد بالله. كيمرض اربعه شهور تيخنز وكيموت نهار السوق. حاضر لي غير العيالات هذا الخط قيم شوه به الله في الدنيا خلي لي. حاضر لي غير العيالات. ويلي 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 يا اخي كيما توقفوا الله يستر، الله يجمعنا السلامة يا رقية. قولوا حولي غا حصيري يلقوا شي مصيبة. الاخرى زعما طولانتية مقابلاهم، راه قال لك ليمات مقيم كيسالوا القرد الالهي. خويا عزيزي والمؤمن كي المؤمن مسكين كيمتحن، المؤمن كيدوز عليه امتحانات بزاف، كتجي أزمة تاع الفلوس ما عندوش وتجي، ولكن كيما كنتي كيما دازت الحالة راه حنا مجمعين مع مويل العقل الرجالة. هاد الناس راه كلشي مساكن صحابنا الكليانتو هنا هادو، وراه كيما كانت الحالة تقول بخير. أي كانت أي معيشة فاش كنتي أرضى بالحكم ديال اللي خلقنا كاملين، وانت راه ما مغضيش كاع وتقدر تقول بخير، لأن الرزق كيداير. الرزق الا بيجي لعندك راه كيحول واحد الخطوه من نير لنير، ولا من اكتوبر لاكتوبر، ماشي النير بالضبط. غير المهم الرزق الا بيجي لعندك راه كيحول خطوه من سنه لسنه، تيشوفك ربي كيدير واش رضيتي بالحكم ولا لا. انت راه ما مغطيش ولا ما عندكش، كيدير السي محمد انا في خير، كيدير رزيق بحالك جاي عادي لقاك الاخر. واسي فلان ياك بخير. وسيدي اللهم لك الحمد، هاد الساعه سيدي بخير بخير. الخطوه الاخرى راتي راه كاين اللي كتا يقرب ليه الرزق ويقودها، ما بقى ليه والو، تا ما بقى ليه خطوه وحده ويقول كيدير انا كل خرا طالع ليا النما بواحد متاع واحد الرزق كيطلع جهد البويهات. كيكتبوا ربي لذات اخرى، حيت انت ما رضيتيش ما صبرتيش ما راك انت بتكون بخير. واحد الراجل ما مات توصى ولده، عرفتي شنو قال ليه؟ الساعه فاش فيه الموت مسكين وكيقطروا ليه الماء، كتعرف الانسان بعد كيعود كيموت راه كيجيب واحد القطن ديال صوفا ولا كتسمع اشهد لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، كيقطروا ليه. اش قال لهم؟ كلموا لي الاولاد ديالي، كلموا لي الوليدات، جاوا ولادو. كتعرفوا ولدي راني في السفر، حيت مؤمن حس بالموت داخله وبخير. حس كاين اللي الموت داخله هو راش خالي كيضحك حيت عارف ما معديش. واوليدي راه الموعوظه هذه، انا راه كنموت وراه حسيت بهاد الرجيله بردت. وعاود لي واحد العالم واحد الفقيه كان صديق ديالي، لا قال لي الرجيله بردت راه كذا كذا راني كنموت. ايوا ما تبكوش الموت حق ولدي، طلوا بعضياتكم
تهلاو في امكم، تهلاو في الوالده، اخوكم الكبير، ديروا بحسابه، كونوا على يقين، كونوا بخير، كونوا كذا. الموت هذه وديروا بالسليك ها، وجيبوا الطلبه والمنافق يتعرف مزبلها الى غار واحد دخل يتعرف مقودة عرفي غادي واخيلا بيت نموت يا اخي دارني راسي ها بيت نموت واخيلا بيت نموت يا اخي وإلا بيت قودة عليه هو شهد لي إلا بيت بيتي يقولها كاع هو شهد لا لا خي ابريك شهدوا لا اله كي دخل طب ما قول مات دروك انا مات ولا باقي مخلوع قال لولده قال لولده الكبير والكبير هو الحق سبحانه عطيش قال لولده قال لي يا ولدي انا وصيك واحد الوصيه انا باك الوصيه ديال الوالدين ما تقتل ما تحيي فيما داق عليك الحال عود قرا سوره ياسين من القران سوره من القران سوره ياسين عود يا ولدي فيما داق عليك الحال قراها هو مشات ليام تقريبا واحد 12 عام باش مات بواه واحد النهار جاي من واحد العرس بركس برك برك الله يرضي عليك واحد النهار جاي من واحد العرس في الباديه في الباديه جاي من واحد العرس بان لي شي وحدين جايين سكرانين وهو جاي واحد الوقت في الليل واش قال قال هاد خياتنا هادو غيتكرفصوا عليا اللهم ديك الوصيه اللي قال با نقرا هاد الصوره ديال القران يا قال لي الا باق علي الا تزيرتي بشي غرض قرا صوره ياسين والله تنقراها بالله وهادوك جايين كيديروك من هاد المدينة مو ما يبان معاه كان هنا اي دين مو البشر ما عنديش ما ولي جمال انا بنان فهمتي هو جاي اش قال؟ قال هاد خياتنا غادي يشرو فيا الفضول وانا ما بغيت صداع ما بيت مشاكل والله تنقرا هاد الصوره من القران اللي قال الوليد وربما يا قال لي وقت ما بسم الله الرحمن الرحيم ياسين واحد فيهم اسمه ياسين هو يقول زكا زكا ما تضربش هاد الخلاوي كيعرفني هنا شتي الوصيه تاع الوالدين كي دايره هذه وصيه الوالدين شتي لا كبر الوالد شتي لا باك كبر كون منه على بال وحضي منه ما يجي جاهل كيعرف كون على بال من الخاتمه كون على بال من الخاتمه ديال الوالد إلا قال لك دير ولدي دير إلا صالحة دير وإلا فيها الديفو أنت غاقول واخا صبر الوالي أنا راه ما عنديش إيش نوطار ولا كمان جا ولا أنا عندي كليمة إلا زعقت ما نعاودهاش تسنتي تبارك الله ما جيت يضحكوا الناس اللي أش قال؟ أنت كنتي في الأربعة حضر معنا ضميرك حضر عقلك ونسى المشاكل هم الدنيا راه يفوت مشاكل وها سيدي أنا دخلنا عليكم بالله واحد الكلمة قولوها كاملين قولوا هذه الكلمة راه زوينة قولوا الله يرحم الوالدين الله يعطيك الخير باقي سخونة تلحقي انت اخر اخويا واش معاك الفروج ولا هاب وحدك الله يلا الله يعطيك الخير ويضرب سبعه الليل والدجاجة أربعة ناس مخاري عليها في الدار كلها يقلب بوحده يجي الراجل هاد الدجاج هنا هاد البيض ما ناكلوش ولا صح عليكم والمرأة يا ودي الله يهديك راه ما كتبيضش راه ما كتعرفوش تقلبوا كاينة وإني بعيد هذيك راه غير المعدة الله يرضي عليك راه تخطب لي الكاميرا دوك اللي داري دي الله يشافيه دخلنا عليكم بالله مولا شي بارك إلا ما قولوا ما كاين كيف الزمان صعيب وما كاينش كيف ربي طبيب وما كاينش كيف الوالدين حبيب شتي أمك إلا مرتي ليلة علاش أنا كندير الدعاء ديال الوالدين هي الأولى ما كاينش رامي ما كيبداش من الدعاء ديال الوالدين شتي أمك إلا مرتي ليلة ادي ليها صحة عام سيروا شويه النور سخروا غا من الحوايج وخلونا غا قاعدين ما عاطينا تا ريال والطبار ديك من فوق ماريتاه ورا الحازق خويا تخاف منه ها وما عاديك تا ريال ومازال نطلب فيه قعد اقعد ها شتي الدري الصغار شتي الدري الصغار عندي معاهم الاجر واخا ما يعطيني تا ريال عندي الاجر دير الاجر مع مو بواه
شحال مالك كيبي نوض المرأة العشية وصيفط درينا كيبي مركي البيت ونهار سيرك وراه جا هذا كيديرها وخدام يطحن ويهضروا عليا انا والله هاد الماي الحلاق الا مزيرين ما عرفت باقيين هنا ولا مرة تعاود لينا كي شتي ما كيمشيو حتى المولا دورين ما بقانا شاد انا انا مرة كتحب في الراجل ثلاثه عقلوا عليهم ثلاثه الحويجات واخا تكون المرة تسمع فيا انا ما كايناش انا الرجال انا مرة كتحب في الراجل ثلاثه الحوايج اشنا هما الصحه كباب المال والجيب يكون عامر والجيب الاخر يكون عامر راه بين جيوبه عرفتي هذاك قال لي يا سيدي اسمع واحد دروك اش قال لي داميرو عرفت اش قال لي داميرو دروك المراه اش بغات الصحه فعلا انا نفسر ليك شتي المراه واخا تكون غير باغيه تاع الزنقه باغيه ديال الزنقه وصيدتيها عمرها ما تدوزك من البلاصه فيها السلامه حيت ديما بتجربك واش صحيح بيت زطتها ولا لا انت بيتي غاتسلك ماشي قنيه ماشي ها انت جميل ويلي على خواف هذا شي ما نهبطو من هنا هي هاديك وندوزو هاد التلميذ الطوبيسه نهبطو على المحلبه وندوزو هي ها ها تدوزتك مع الدرفير خذنا بالله خونا ذو الضريف ولو هاد بنادم معاك لا لا كانت لا غني هنا انا كانت غني هنا لان هنا هي راه فين ما باتت في خير شوف انت الا بتمشي غني امال المراه فين ما باتت فين ما باتت المراه بخير اش دابا المراه كدي السعود في الحق ودري كيدي عود ويخلي واخا يخلي باهم المال ديال قارون البنت نسعود باي فرقوا الورثه البنت نسعود الدري عود علاش جربوهم بالبول جابوا لي من القراي الطالب عفريت هذا الى بدون ما نضيعوا ذا واحد قرعه اللي بال فيها عود قرعه ديال ليترو خلي ديال الفانيل واش خدم البنت راه هادي اللي يجرو اضرب هاد الدري اضرب هاد الدري للطابة البنت كي دارت نسعود وراك صافي سبحان الله العظيم وشوف شوف دابا ها هو واخا يخليه واخا سبحان الله العظيم شوف هاد الدجاجة سبحان الله بيضة شوف تجيجة بيضة